لحفظ الأمن وإعطاء الراحة والطمأنينة للعوائل والأسر في أماكن تشهد كثافة في الحضور من المواطنين والمقيمين. فبعد دورهم الكبير على الشواطئ، عادت الدوريات الخيالة التابعة لوزارة الداخلية لتواكب المستجدات وتتوسع بنقاطها كدوريات تضبط الأمن وتتجاوب بعامل السرعة لأي حادث طارئ من ظواهر سلبية أو تجاوزات تستحق التدخل من فرق الخيالة. بدأت إدارة الخيالة التابعة لقطاع التعليم والتدريب يعني بتوزيع فرق مختصة للتواجد. أنا ليش أقول لكم فرق؟ لأنه مو بس خيل، وهناك فريق كامل وغرفة عمليات متابعة وبلاغات وتعامل. يعني قاعد نلاحظ الجهود اللي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية الميدانية المعنية من قطاع المرور والعمليات والنجدة، وكذلك أيضا دور المباحث الجنائية، والكل يعمل من أجل ضمان سلامة مرتادين الأماكن هذه. لكن دور إدارة الخيالة وتواجدهم شرطة الخيالة هنا في هذه الأماكن يساند إخوانهم في القطاعات الميدانية، يتعامل معاملة مباشرة مع البلاغات، سواء بلاغات أمنية سواء إنسانية سواء يعني متابعة للحالة الأمنية من خلال أيضا التواجد. مثل ما أنتم شايفين يعني صعب جدا تشوف هنا مثلا الدورية تدخل بين الناس على الشواطئ، صعب جدا. فبالتالي وزارة الداخلية وتعليمات مباشرة لمعالي وزير الداخلية في التواجد المباشر والحد من كثير من السلوكيات الخاطئة اللي قاعدة تصير. حاليا احنا متوزعين بالأماكن اللي يكون فيها تجمع للمواطنين، فاخترنا النقطة هذه بالذات نقطة مروج الكثافة الكبيرة اللي تكون فيها، خصوصا بالويكند يكون متواجدين اخواننا المواطنين والمقيمين بصورة دورية. وعملنا يكون دائما على ان نكون اسناد للقوة المتواجدة من الأمن العام والمرور والنجدة. فطبيعة عملنا كأن نكون خيالة، دوريات خيالة، ونكون أسرع بالوصول حق المكان اللي تكون فيه مشكلة والحدث يعني ونتصرف. فرض هيبة الأمن ووضع حد للتجاوزات يواكبه حرص كبير من وزارة الداخلية بزيادة انتشار النقاط الأمنية الميدانية وبشكل دوري للخيالة. احنا هني ان شاء الله في عشان حفظ الامن، يعني خاصه في تكون في المصافط او بالداخل مع الجمهور، فتكون في بلاغات متعاونين فيها مع الامن العام. يعني ممكن طفل مفقود نبحث عنه، ممكن حالات التحرش اللي ممكن تحصل نكون متواجدين لحفظ الامن، وحالة مشاجرة، يعني أي حالة أمنية إن شاء الله أنا متواجدين وياك. رسالتنا للمواطنين والمقيمين يتعاونون معنا بشكل أسرع، وإحنا إن شاء الله نكون بخدمتهم. دوريات الخيالة أعطت أريحية كبيرة للأسر مرتدي الأماكن الترفيهية بعد دور مثالي لخيالة وزارة الداخلية. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.